السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم حلوه او كاطو بسيط بزاف، مكوناته بسيطه بزاف بزاف، عمرتو بلا كومبوت ديال الكرموس. وكيف ما كتعرفوا وقت الكرموس هذه قلت نخدمها في هذا الكاطو او في هذه الحلوه، ولكن تقدروا تستعملوا اي فاكهه ديال الموسم، مثلا خوخ، تفاح، برقوق، مشمش، غير تكون فاكهه ديال الموسم. اول حاجه مشي تحيد الكرموس اللي هذا العام ما شاء الله ولدت بزاف، غسلته مزيان 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 بالماء. من بعد ما غسلت الكرموس مزيان درتها فوق سيف تنشف وبديت هكا كنقطعها على أربعة. في كاسرونه درت السكر البني، يمكن لكم تستعملوا السكر الابيض، وضفت الكرموس. يعني انا في كيلو ديال الكرموس استعملت 150 غرام ديال السكر، وحطيتهم على عافيه مهيله، ما درت لا ما لا حتى حاجه. الكرموس كتبدا تطلق الماء ديالها. نفس الشيء غادي ديروا مع اي فاكهه اخرى استعملتوا. يعني هذه راه ماشي كونفيتور، يعني كومبوت، ما بغيتش نكثر فيها السكر بزاف باش ما تجينيش حلوه بزاف. مع الحلاوه ديال الكرموس و150 غرام ديال السكر لقيتها كافيه. كنبقى مخليها على عافيه مهيله حتى كنحصل على قوام بحال هكا. كنخليها كتبرد على جنب وكنبدا في توجد ديال الكاطو. كندير البيض، السكر، وكنبدا كنحرك حتى كندمجهم مزيان 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 مع بعضياتهم. كنزيد كنضيف الزبده مذوبه، القشور ديال الحامضة محكوكة، وكاس ديال الياغورت الطبيعي. كنبدا عاوتاني كنحرك كنحرك حتى كندمجهم مزيان مزيان مزيان. كنضيف الطحين او الدقيق، وكندير خميرة كيماوية. المقادير كلها غنخليها لكم في صندوق الوصف. كنبقى كنحرك كنحرك حتى كتجمع لي العجينة مزيان. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينة، يعني ما كتجيش جارية، يعني العجينة كيف ما كتشوفوا معايا كتجي شوية ثقيلة. هذا هو المول اللي استعملت، دهنته بالزبدة ولبسته بورق الفرن، وغادي نبدا نكب فيه العجينة. الفران بطبيعة الحال غادي نكون مسخنة على درجة حرارة 180، كتاخد شوية الوقت، يعني حتى يعني على حساب الفران. مي انا هكاك 50-55 دقيقة خليتها في الفران، ولكن ردوا لها البال. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. كنخليها حتى كتبرد وكنخرجها من المول. بالنسبه للمول غادي نخلي لكم الحجم ديالو في صندوق الوصف، ولكن ما تقيدوش به. يعني تقدروا ديروها مدوره، غير يعني الا بغيتوا ديروها مدوره يكون مول صغير هكا باش تقدروا ديروا الا بغيتوا طبقات اكثر. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الكاطو. طبيعة الحال نخليوه يبرد مزيان 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 قبل ما نبدا هكا نفرق فيه. كنبدا غدا هكا كنحل طبقات. يا تكون عندكم موس بحال هذا اللي قطعت به انا، كيقطع يعني بشكل متساوي، يا بخيط. وبالنسبه للطبقات فانا درت 4 ديال الطبقات. ندوزو دابا للكرموس. من بعد ما طابت وخليتها على جنب بردت مزيان مزيان، طحنتها مزيان حتى كتولي كومبوت بحال هكا. كنحط الطبقه وكنبدا كنسرح. انا نسيت راسو، بقيت كنسرح بالمعلقه، مي بلا سباتول ساهله، يعني جبده وحده وغادي تسرحها لكم مزيان. كنبدا غادا هكا الطبقه ديال لا كومبوت، وكنولي كنغطي بالحلوه او الكاطو، كنولي كندير الكرموس. كنبقى غادا هكا حتى كنسالي. كنبقى غادا هكا كنغطي باخر طبقه عندي، وكنبدا كندوز في الجناب كاملين ديال الكاطو بلا سباتول. منها كنحيد الزائد ديال الكومبوت، وفي نفس الوقت كنسد الفراغات الصغيره الا كانت كاينه. كندوب الشكلاط الابيض وكنبدا كنكبو على الكاطو كامل حتى كيتلبس مزيان مزيان. هنا انا درت كوش وحده ديال الشكلاط، ولكن تقدروا تصبروا عليه يبرد وتزيدوا كوش ثانيه ديال الشكلاط. كيكون الشكلاط باقي ما بردش، ملي كنبدا هكا كنكب عليه البيستاش مهرمش. يمكن لكم تستعملوا اي فاكهه جافه نتوما تبغيوها.
كنخليه كندخلو للثلاجة حتى كيبرد مزيان مزيان وكيشد فراسو لا الكومبوت لا الشكلاط الابيض. ودابا غادي نبدا نقطعو باش تشوفو الشكل ديالو. الصراحة جا بنين وفي نفس الوقت جا زوين الشكل ديالو. نتمنى الفيديو ديال اليوم والوصفة ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها، وخليوا لي في التعليقات كي جاتكم الوصفة وبش من فاكهة جربتوها. نكون وصلنا للتالي ديال الفيديو ونلقاكم على خير، والفيديو جديد ان شاء الله نلقاكم على خير. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you.